هتكلم مع كابتن مختار مختار، مع احد كاحد رموز كره القدم المصريه وليس كمدير فني للانتاج الحربي، لانه في النهايه لازم نعرف هو راي رموزنا في اللي بيحصل ده ايه. كابتن مختار ازي حضرتك يا فندم؟ الله يخليك. انا كابتن، ازيك يا اسلام؟ الحمد لله يا فندم. كابتن حشيش بيسلم على حضرتك وكابتن اسامه حسني. السلام عليكم يا كابتن. سلام يا كابتن. كابتن مختار، يعني عاجبك اللي بيحصل؟ لا عاجبني، ده يعني حاجه، يعني حاجه غير مسبوقه يا ابني، ده حاجه مش ممكن. يعني ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ وليه؟ بيحصل ليه؟ عشان ايه؟ لأي سبب؟ لأي سبب ان احنا كبلد نبقى شكلنا كده قدام العالم؟ ليه؟ مين يقول كده؟ عشان ايه؟ يعني فرقة مش عايزة تلعب، وواضح ان هي مش عايزة تلعب من بدري. والامور واضحه، واللاعيبه مشوها من الاوتيل، ده ما مصر كلها عارفه. طب وبعدين ازاي كده؟ يعني لاي سبب؟ يعني طب وشكلنا مين يتحمله؟ يعني مش كفايه اللي حصل فيه، كمان في الماتش اللي بعديه نعمل يعني والله انا مش قادر اتكلم صراحه، لان لو اتكلمت اكيد مهانه يا كابتن مختار. والله يعني بجد عار على كره القدم المصريه ما يحدث الان. اللي يحصل ده يعني فوق الوصف. فوق الوصف. لا ما حدش بيقول كده ابدا. ولاي سبب؟ ايه السبب؟ مش عارفين يا كابتن. اللي يوصل مصر تبقى بالشكل ده، ايه السبب؟ مين السبب اللي يبقى كده؟ عشان ايه؟ هو سبب واحد ومعروف ومسؤول واحد ومعروف يا كابتن. عشان ايه نستحمل كده؟ نستحمل بهدلة بلدنا كده ونبقى يعني منتشر للعالم في الكلام؟ ليه؟ سباق الحكم بيقول ايه؟ يعني الواحد راح سأل الحكم دلوقتي، قال انا عمري ما شفت كده. الحكم بيقول دي حاجه مضحكه. طبعا. ايه ده؟ ايه ده؟ والله يا كابتن سلام، انا مش معاقبة المتسبب يعني بقى يا كابتن بقى. عنده كلام كتير جدا عايز يقوله، بس لازم يبقى فيها وقفة. وقفة من مين يا كابتن؟ ممكن اعرف لو حضرتك تقول لنا؟ الزمالك واقف فيهم، ما يقبلوش كده. طبعا. ما يقبلوش كده. طبعا. ما يقبل كده. طبعا. لأي سبب الدنيا تبقى كده؟ ليه؟ يمشيها كده ليه؟ اي حد عايز يعمل اي حاجه يعملها ازاي؟ فين المسؤوليه؟ المسؤوليه دي يعني المسؤوليه دي هو انا بشتغل، يعني انا بشتغل جوه بيتي. ماشي، انت جوه بيتك اعمل اللي انت عايزه. لكن لما اكون انا مسؤول، ومسؤول نادي ونادي كبير، انا بتكلم عن المسؤوليه كلها. اخد قرار يعني يسيء للبلد بالشكل ده والدنيا تمشي كده؟ استخفاف يا كابتن، استخفاف بالناس كلها، استخفاف بالناس كلها. يا كابتن مختار، المشكلة نقبل كده ليه؟ يا كابتن المشكلة كده، وهيطلعوا يسقفوا له بعد المباراة، أقسم بال أنا ما أظنش حد هيسقف. ده هذا الأمر يا كابتن مختار. حضرتك أهو يا كابتن مختار. يا كابتن مختار، من أمن العقاب أساء الأدب. أنا ممكن أسقف لحاجة أنا ممكن أبسط منها، لكن أنا بظن أهو، وأنا بقول لك أهو، وأنا شايف الناس. مفيش حد في جمهورنا الزمالك يقبل هذا الأمر. لأنه أمر يعني غير مقبول. غير مقبول بالمرة. ما حدش يعمل كده، ما حدش يقول كده. إن إحنا نبقى شكلنا بالشكل الوحش ده، يعني مش كفاية الماتش اللي فات والإساءة اللي حصلت بالنسبة كلنا. نيجي كمان النهارده نزود الكلام ده بالشكل ده، بس تبقى على مستوى المسؤوليه كبيره. لا 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 لا، انا اتمنى يعني اتمنى الناس تبقى في، يعني المسؤولين يبقى في وقفه، ان بلدنا ما تستحملش كده. ما تبقاش كده. انا الصراحه انا بشكرك جدا. لا يا كابتن مختار، انا بشكرك جدا على وجود حضرتك معانا، وزي ما حضراتكم شايفين نبره صوت الكابتن مختار، مش عشان هو اهلاوي ولا لا 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 خالص. كابتن مختار شارك في صنع تاريخ كرة القدم المصرية.